خواتاتي كديرين لبس عليكم صحتكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. انا تلفت على كلشي، تلفت على الكاميرا، هاد الكاميرا بقات خازناتها غير ملات مسكينه. المهم قبل هذاك الشيء اللي غيجي هو هذاك، ماشي هو هذاك، المهم قبله، قبل ما نبدا، المهم الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. كان ديما كنقول الحمد لله والشكر لله الذي سخر لي هذا، حيت بزاف الاشياء كنكون ما كتكوني كتقولي ويلي شكون غايدير لي هاد الحاجه، ولا كتكوني شكون يدير لي الحاجه، ولا كتكون شي حاجه طاحت لي في بالي ولا شي حاجه، سبحان الله كنلقاها ميسره من عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله والشكر لله اولا واخيرا. اول حاجه حبايبي بغيت نقدم الشكر 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 الخالص للناس اللي دعوا معايا من بديت المعاناه ديالي حتى الاخر. يعني دائما كنلقى الدعوات ديالكم، حتى الفيديوهات ما كنتش كنحط الفيديوهات في اليوتيوب، ولكن كنلقى الناس ناشرين الفيديوهات ديالي، وما شاء الله كندخل الفيديوهات والتعاليق لتحت كنقراهم، ما شاء الله الناس بزاف الناس كيدعوا معايا. شكرا لكم على الدعوات ديالكم، وشكرا للناس عندي عائلتي في الانستغرام حتى هما كانوا كيتابعوني يوميا، حتى هما كيدعوا معايا، شكرا لكم، شكرا على وقفتكم معايا. هذوك الكلمات اللي كنقراهم والله العظيم كنكون جالسه في المشفى كنقرا بزاف، يعني بزاف الرسائل والله العظيم كناخذ واحد الطاقه من عندكم، كنقول ما شاء الله الناس راكين، الناس بزاف كيبغوني وكيدعوا معايا وما باغين مني حتى حاجه، حيت بصح الناس كيدعوا معاك كيعاودوا يدعوا معاك، ونفس الرسائل كتبقى تتكرر. يعني اش نقول لكم، ما شاء الله رسائل يمكن شي 4000 ولا 5000 رساله في الانستغرام كتجيني، كل ما حطيت شي ستوري رسائل ديال الدعاوى عاوتاني كنلقى في اليوتيوب ناس ناشر الفيديوهات ديالي، كندخل نفس الشيء، داك الشيء كيفرحني وزاد كيعطيني واحد طاقه ايجابيه بان الدنيا مازال بخير. الحمد لله الحمد لله على محبه الناس، هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء بغيت نشكر كل شي اليوتيوبرز اللي جاوا عندي، ما بغيتش نذكر الاسماء حيت جاوا عندي، ما نقدر ننسى شي اسم وصاحب الاسم غادي يبقى فيه الحال ولا شي حاجه. المهم كلهم بدون استثناء كل شي الناس اللي كجاوا عندي، شكرا لكم، الله يجعل كل خطوه فيها حسنه لكم. والناس اللي زاروني من غير اليوتيوبرز المتتبعات، شكرا شكرا بزاف. وكاين الناس جاوا عندي وبقاو كيمشيو ويجيو عندي، شكرا لكم على وقفتكم معايا في هاد يعني في هاد المحنه، بصراحه ونستوني وسندتوني. المهم انا غدا الحمد لله شويه بشويه كنت حسن الحمد لله، ما بقيتش كما كيف الاول. شان نقول لكم قداش حتى نتحرك الحمد لله شويه شويه. قالك دوام الحال من المحال، داز واحد الغمامه وان شاء الله كنحس باللي جاي كيكون اجمل واحسن ان شاء الله. وبغيت نشكر بزاف خويا محمد مطعم الضيافه اللي تاو كان واقف معنا وقفه رجل، بصراحه دائما كان كيساندني ودائما كنت على اتصال، سواء كنت في المشفى او جيت للدار دائما هو غادي جاي عندنا. شكرا شكرا لك بزاف خويا محمد، وان شاء الله ان شاء الله نرد لك في ساعه الخير. ونشكر خواتاتي لهما اللي جات هي جلست معايا وعاونتني، ونشكر مريم اللي مسكينه هي بقات كتصيفط لي هذاك الشيء كتقول لي قولي لي، بقات كتقول لي قولي لي شنو بغيتي، واش كطيبي ما كطيبيش، انا غنصاوب لك. مسكينه كانت كدير ليا الخباز ديال داك الشيء وكتصيفطهم ليا. المهم شكرا كل واحد جا عندي وكل واحد ساندني في هذه المحنه، حيت الناس خفت ننسى شي واحد ويبقى فيه الحال، الناس بزاف ما شاء الله. ولكن بغيت نوجه واحد الشكر خاص، ماشي شكر، شي حاجه اكثر من الشكر، شي حاجه عندي هنا لداخل اللي وقف معايا. يعني اكثر انسان، اكثر شخص كان قريب مني هو الزوج ديالي، بغيت نوجه لي واحد التحيه من هنا، شكرا لك بزاف بزاف بزاف، لانه تعذب معايا، كان معايا هو دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه، حيت عاش معايا المعاناه كل اللي كنت كنعيشها انا، زائد كان هو تكلف بكل شيء، كيتكلف بالخدمه، تكلف بالدار، كيجي عندي المشفى، كيبات في المشفى، كيبقى يبات فايق الصباح يمشي للخدمه، بزاف الاشياء اللي انا اللي عارفه بيني وبينه اللي دارهم معايا. شكرا لك شكرا لك بزاف. وكلمه شكر ماشي كلمه شكر لا شيء بالنسبه لك الشيء اللي ديك الوقفه اللي وقف معايا، لان ماشي كلشي ازواج كيكونوا بحال هكاك، ماشي كلشي الازواج كيوقفوا مع الزوجات ديالهم، وماشي كاع الازواج كيصبروا، بزاف الاشياء صبر عليهم. المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على النعمه اللي اعطاني الله سبحانه وتعالى، حيت كاين واحد النعم اللي بصح خاصنا نحمدو الله عليهم ونشكروه دائما. بصراحه الواحد ما كيحسش بالحاجه، يعني واخا كيشوف بعينيه ما كيوصلوش
كيوصلوش واحد الاحساس الا لما داقش من ديك الحاجه ولا جربها، عاد كيوصلو ديك الاحساس اللي كيقدر يكون ديك الاحساس 100%. حيت سبحان الله الناس كاينه اللي كتمرض 5 ايام 6 ايام، المرض خايب الله ما نبغيوش حتى واحد، الله يشافي جميع المرضى. ولكن المرض كاين الناس اللي عندهم امراض كيمشيو كيتابعوا عند الدكاتره وكياخذوا الدواء وكيرجعوا كيكونوا متابعين الحاله، يعني كيمشيو يرجعوا لديورهم. ولكن نهار انا اللي جربت ان النعسه ديال المشفى، انا كنت تنعسي في المشفى بوحدها بحد ذاتها مرض، واخا ما يكون فيك والو، واخا تكوني انت راه صحيحه في الصحه، ولكن هذيك النعسه ديال المشفى ما شاء الله شنقول لكم، يعني النفسيه ديالك ما كنتيش كتجديها كل نهار بالاذكار وداك الشيء، دائما كتحسي بواحد الضيق وواحد الخنقه هذيك المشفى. فسبحان الله سبحان الله شنقول لكم، كنت جلست في ديك الايام في المشفى، وكل مره كندعي مع الناس اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم امراض اللي جالسين نعسين في المشفى، كل مره كندعي معهم كنقول يا ربي يا ربي رجعوا لديورهم سالمين غانمين يا ربي. لان المرض والمشافي وانك تطول في المشفى ما تبغيش لعدوك بصراحه. الناس اللي عندهم عائلاتهم والجيرانهم وهذا عندهم في المشفى، شي ديك الزياره ديال المريض في المشفى والله عنده واحد الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله العظيم. المهم تشوفوني بدلت الموقع بلاصه، مشيت كليت واحد شويه وشربت دوايا وعجيت باش نكمل معكم ان شاء الله. المهم حبايبي، الناس بزاف كيسولونا، حيت كنت كنحط في الانستغرام اغلب الاوقات، يعني مره كنحط كنلوح ستوريات في الانستغرام، كيسولونا واش رحلت من الدار. حبايبي رحلنا من الدار، ما بقيناش في ديك الدار صافي تبدلنا، ولكن ما صورناش لكم والو من داكشي، حيت انا كنت في ديك الظروف ديك الساعه، كنت انا في المشفى ومهند مسكين بوحدو اللي تكلف بالرحيل وداكشي، ما يقدرش يصور ويحل وداكشي، كتعرفوا الفوضى ديال الرحيل، مسكين جمع داكشي كلشي الله يكون في العوان. المهم دازت عليه. بصراحه كنت كنقول ليه كنا يعني بقينا حتى وليت شويه وبريت وداكشي، ديك الساعه عاد ننتقلوا، ولكن هنايا كتكون دايره العقد سنه، يعني صافي الا بغيتي تجدي عقد ثاني يعني خاصك تبقاي في الدار عام اخر، يعني من العام لعام كتبدي تجدي العقد، وداك العقد كان سالا. وقال لي صافي غنرحلو، كنا بصراحه غنمشيو لعجمان نسكنو، ولكن ما كتابش ظروف خاصه ما كتابش، وصدقنا بقينا في ابو ظبي. المهم الاشياء بزاف الاشياء اللي كتسولوني عليها واللي تبدلات، وهذه ان شاء الله كما كنقول لكم الفيديوهات الجايه والايام الجايه غنحط لكم بشويه بشويه داكشي اللي قديت نصوره، اليوميات اللي قديت نصوره نحط لكم ونشارككم معاكم، وحتى نتوما كتسولوني عندكم تساؤلات بزاف ان شاء الله نجاوبوا على كل شيء. مهند دابا حاليا هو في الخدمه، عاوتاني من يجي ان شاء الله ونديروا انا وياه كاينه فيديو وداك الشيء. ودعوا معايا مع الوالده ديالي بزاف مسكينه، بصراحه كانت باغا تجي، كنا باغي نجيبوها في ديك الفتره اللي مرضت فيها انا بزاف، راجلي كان غيجيب الوالده ولكن ما كتابش لظروف خاصه. دعوا معاه بزاف حتى هي مسكينه، كتعرفوا الوالدين وما قدرتش، ما ليها جهد وما جهد لا جهد الله سبحانه وتعالى، ما بغات تجي ولكن كاينه واحد الظروف اللي كتكون قوه من الانسان. المهم دعيو ليا معاها بزاف ومن هنا كنوجه لها واحد التحيه، كنقول لها الوالده انا ربي خير وعلى خير. مسكينه كانت كتبع الفيديوهات وحتى الفيديوهات اللي كانوا كينشروا الناس، كتقول لي اش بنيتي انت اللي نزلتيهم راني كنتبعك. نقول لها لا الوالده دوك الفيديوهات راه ماشي ديالي، ماشي انا اللي كنزلهم، راه الناس اللي كينزلوا الفيديوهات هذا. كتقول لي راني كنتبعهم كنشوف، يعني رغم انني كنهضر معاها في الواتساب كنهضر معاها في التليفون هذاكشي، ضروري الوالدين كيبقاو يبحثوا عليك في الانستغرام في الانستغرام ديالكم، ضروري كيبقاو يبحثوا عليكم في اليوتيوب. والفيديو اللي طلع عليها قالت لي الفيديو اللي طلع ديالي كبنيتي كنتفرج فيه، راني تفرج في الفيديوهات كلهم درت لهم لايك. قلت لها واه ماشي مشكل. شنقول لكم حبايبي، نتمنى اي واحد يتجمع مع والديه في صحه جيده، يعني يجيو عند والديه يكون هو في صحه جيده، ولا يمشي عندهم ويلقاهم في صحه جيده، هذاك الشيء اللي كنبغيو حنا، حيت حتى واحد ما يبغي يتجمع في ظروف ديال المرض وداك الشيء. انا الوالده مسكينه كنت شحال هذه كنقول خاصني نجيبها واخا تبدل غير الجو وداك الشيء، ولكن صافي مهند كان قال لي احسن وقايت نجيبوها، زعما كاين
هي هاد القايته اللي انت دابا عيانه فيها داكشي. ام ملي كتكون حدا يعني كتكون حدا بنتها وداكشي كتكون كتعطيها واحد طاقه اكثر من كيعطيو الناس. يعني الام ديالك واقفه حدا راسك في المشفى راه ماشي شي حاجه كبيره، شي حاجه كبيره بصح بزاف بزاف. واش نقول لكم؟ ان شاء الله لكتاب مره اخرى ونجيبوها في ظروف تكون ظروف اجواء فرح حسن من الاجواء ديال المرض وتامر ونعدوها معنا. حبايبي جيت معاكم لنهايه الفيديو، هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما عرفت طويل ولا قصير، المهم هذا هو الفيديو، خلي ان شاء الله نسميه كبدايه خير، وان شاء الله احنا معاكم، ويا ربي يخلي تخلي كل واحد صحيح يا ربي. والصحه الا مشات الصحه راه ما كاين حتى حاجه من مورا الصحه بصراحه. الصحه الصحه والعافيه هي كل شيء في الدنيا قبل من كل شيء. ما كانش عندك الصحه ما تقدر لا تاكل لا تشرب لا تنعس لا تلبس. والمهم حبايبي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسناونا فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه.